جينا باش نعملوا نتيجه ايجابيه تتمثل في في ثلاثه نقاط عملنا اون دو ماتش باهي باهي برشا كانوا عندنا دوز اوكازيونات باش بش باش باش نسجلوا الحقيقه اليوم لقينا ادفرسير قلقنا برشا في الجو ديريكت والنيغوسياسيون نتاع لي دويل والدوزيام بال سورتو في لي بالاريتي دونك من بعد صلحنا شويه خدينا خدينا هدف اللي اللي نوعا ما معناها يعني كان ثقيل على في مخاخ اللاعبين ولكن صحنا في الزامي عملنا دي شانجمون اللي عاونونا كنا نزيد النجم نسجلو قبل قبل هدف التعادل ولكن نقولوا الحمد لله اليوم الاولاد ما